عايزين نفكر الناس عشان احنا بنتكلم عن يوسف بس احنا ما قلناش ايه اللي ممكن يكون حصل. رضوى عندها ولد صغير 11 سنة 14 سنة, 14 سنة. كان ماشي في الشارع عادي جدا بأمان الله وما بيعملش أي حاجة, رايح يجيب حاجة وخبطه طفل, ولد زيه طفل, طفل بالظبط 16 سنة, يا دوب فرق ما بينهم سنة سنتين. صحيح. يعني برضو قبل السن القانوني. صحيح. كان سايق العربية وكانت وبسرعة رهيبة فاجعة طبعا وسرعة رهيبة, والولد طبعا تعب جدا وقعد في المستشفى فترة طويلة. بالظبط. يعني بالنسبة لك الفترة دي, يعني خليني طيب خلينا في الفترة بتاعت يوسف دي عشان يعني نبعد بقى عن الأحزان ونرجع للأفراح تاني مرة واحدة. في الفترة بتاعت يوسف دي شفتي المحنة دي ازاي, وعرفتي فيها مين مين اللي جنبك ومين اللي مش جنبك, يعني في حاجات كده بتبان في المحنه. احكي لي عن المحنه. بصراحه يا نور يعني انت سالتيني سؤال جميل جدا, وبصراحه هو اي حد فينا معرض في حياته ان اختياره للناس واختياره للي حواليه بيبان قوي في وقت الازمه. يا رب يبعد الازمه عن اي حد في الدنيا, بس اكيد الازمه غير الفرح, يعني الموقف اللي فيه صعب غير الموقف اللي فيه مرح او فيه فكاهه. بتلاقي فعلا اللي بيقف معاكي, وبتلاقي لسه انا كنت بقول للشباب جوه, بقول لهم يا جماعه انا بحس ان في نعمه كبيره جدا ممكن احنا ربنا يكون رازقنا بيها او رازق الشخص اللي بيحبه بيها. فكره الناس الكويسه او الناس الحلوه ده رزق ونعمه كبيره جدا. حقيقي والله نور انا بشوف موقف يوسف قد ما هو كان صعب عليا جدا انا كأم. اول حاجه في حياتي, اول ازمه كبيره انا بعتبرها اول ازمه في حياتي, يعني عندي ازمات كتير بس عمرها ما خليتها شبه يوسف دي ابدا. طبعا الم يوسف بالظبط. فحقيقي يعني بعد ربنا اللي وقف معايا دعوات الناس, يعني دعوات الناس كانت في ايام مفترجه وجميله, وكل اللي يعرف يوسف واللي ما يعرفش يوسف وكله بيدعي. دعوات الناس دي وهم ما يعرفونيش قد ايه, يعني انا حاسه ان هي كانت السبب فعلا. الدعاء بيغير القدر, يعني كانت سبب كبير قوي في ان ربنا يعمل معجزه مع يوسف ويقوم بالسلامه بعد استحاله. يعني مش عايزه اقول لك, اكاد اقول لك ان الدنيا كانت, انا صحابي كانوا مخبيين عليا كمان ازمه, كانت تقارير صعبه, غيبوبه بقى ممكن بقى ما نعرفش مداها قد ايه والكلام ده كله. ففعلا فعلا اللي ربنا بيحبه فعلا بيحبب فيه خلقه, او بمعنى اصح لما مامتك تبقى راضيه عنك تقول لك ربنا يوعدك باولاد الحلال, يعني الناس الكويسه الحلوه رزق كبير حقيقي يعني. وانا بقول يعني الف حمد وشكر على النعمه دي, لان فعلا الناس, لا الناس قد ايه بتبان بقى في الشده. بتبان بقى اللي يقف معاكي بجد, اللي بيطيب خاطرك بجد, اللي بيقويكي. ما اصل الشده بتكسر, فالناس اللي بتقوي يعني تكسر جامد. عمر ما كانت بقى الفلوس بتقوي ولا مش الحاجات دي كلها زائله. لكن اللي بيقف معاكي بجد بشكل معنوي كده جنبك ومادي كده لمسك وبيوقفك على رجلك, دي نعمه كبيره فعلا انا جربتها في الموضوع يوسف. صحابي كلهم كانوا جنبي, اهلي, كل الناس حقيقه. يعني الحلو ان هو الموضوع اتحول لتوعية عامة. انه الناس على السوشيال ميديا, ودي برضو تدخل السوشيال ميديا معانا زي ما قلتي كده يا رضوى, انه بدأنا نقول انه الولاد اللي بتسوق العربيات حتى لو جوه يعني منطقة سكنية مقفولة او حواليها سور, ساعات في بعض الاهالي تدي لولادها مفتاح العربية اللي هو ايه, جرب حوالين كتير. البيت ما جرب حوالين, ما هو حوالين البيت في ناس. صحيح. حوالين البيت في اطفال, في كبار, في هو نفس هو شخصيا الولد اللي كان سايق, ما كان ممكن برضو يتأذي جسديا او بدنيا. اكيد ده اكيد. انت شفتي التوعيه دي اثرت لدرجه ايه؟ والحمد لله حق يوسف, اعتقد ان هو رجع من عند ربنا وكمان من الناس. الحمد لله. بصي يا نور انا هقول لك على حاجه, بما انك برضو بتتكلمي في موضوع التوعيه الحقيقي, انا لقيت كل واحد عارف دوره من غير مطلوب منه. أيه. بعد ازمه يوسف, ومجرد ان الحادثه كانت على مرأة ومسمع ناس كتير على السوشيال ميديا, انا لقيت ناس بتعمل دورها من غير ما انا, يعني زمايلنا مثلا الصحفيين, المعدين, المذيعات, المذيعين, الاعلام بوجه عام بيشوف لوحده ما يعرفونيش, بيكلموا بيناقشوا قضيه, بيقول مش محتاجيني انا يكلموني, لا هم بيتكلموا علشان في يوم من الايام ده ابن, دي بنت, ده اخ, ده اخت, يعني كلنا معرضين لده. ففعلا فكره ان, وحتى الولد, يعني حتى الولد اللي بيسوق ده هو نفسه, انا متاكده ان هو نفسه لا مش هيعمل كده تاني, حتى لو كان العقاب اللي مر بيه مش العقاب بقى اللي هو احنا برضو عندنا ازمه شويه في القانون, قانون الطفل, بس
انا مرتضيه جدا القانون، ودايما بقول لا تعقيب على الاحكام القضائيه، لان انا ببقى عايزه الطريق ده، ببقى عايزه اسلك الطريق الشرعي القانوني، وببقى مؤمنه بيه جدا. بس اكيد الولد مش هيعمل كده تاني، انا واثقه انه مش هيعمل كده تاني. المفروض لان انت اديتي له فكره ان انت لا هتتعاقب، والمره دي لو العقاب هين بالنسبه لك المره الجايه مش هيبقى هين، عشان هيبقى في عندك ايه عقاب قبل كده اتكتب لك، فانت المره الجايه مش هتاخد عقاب. يعني احنا بنقولها حتى واحنا بنربي، انت ليك سبق قبل كده، انت غلطت الغلطه دي قبل كده، برافو عليك. فمش هيعمل ده، وغيره وغيره وغيره. يعني انا في امهات كانت بتكلمني ما اعرفهاش، يقولوا لي يا رضوى انت مشكله ابنك يوسف، انا ابني كان بياخد مني العربيه وبينزل يسوق، اول ما شاف حادثه يوسف ما بقاش ياخد المفاتيح مني. كويس ان هم بقوا يعملوا كده من نفسهم على فكره. يعني شوفي، يعني سبحان الله قد ايه كان الموضوع شر وصعب جدا عليكي جدا، وقد ايه في ايجابيات خرجت منه. وانه يوسف خرج بايجابيات برضو اكيد من التجربه الصعبه جدا دي، وانت كمان خرجتي معاه بقيم مختلفه ومعاني مختلفه. أيوة. قولي لي حاجه من الحاجات اللي انت يعني، غير بقى انه الحمد لله ربنا وقف لك ولاد الحلال، جوه رضوى اتغير ايه؟ جوه رضوى هدي ايه؟ بصي انت قلتي حاجه تقريبا جاوبتي عليها، جوه رضوى هدي ايه؟ رغم ان بعد الازمه ممكن تعيشي في توتر وفي قلق والكلام ده كله، عشان ما تعيشيش الازمه دي تاني. ممكن انت تكوني لخصتي الكلمه فعلا. انا بعد ازمه يوسف، خليني اقول لك يوسف الاول حقيقي بعد الحادثه انا بشوفه بطل، يعني طبعا انا بشوف يوسف بطل، وبطل بطل عظيم كمان ما شاء الله يعني، وبقى عنده ايمان بربنا، هو جميل كده اصلا وطيب كده وجميل، فهو اكتر اللي هو فكره ايه انا هيحصل لي ايه اكتر من اللي حصل لي، يعني بقى الموضوع بالنسبه له ايه انا ربنا واقف معايا. شوفي ربنا قد ايه جميل وعظيم.